الآن نشرة الأخبار مع أسماء زرمان. الثالثة بتوقيت بغداد، وهذه نشرة مباشرة، والبداية بأبرز العناوين. مع بدء الهجوم البري على القطاع، كما إن المقاومة تحصد آليات وجنود الاحتلال، والعدو يقر بصعوبة الموقف. ورداً على الاستهداف المتواصل للقواعد الأمريكية، واشنطن تصرح: نواصل العمل مع العراق لمنع عودة داعش. لإخفاقه بالسيطرة على سعر الصرف، حراك برلماني لإقالة محافظ المركزي، والسوداني يبدأ عملية لهيكلة مؤسسات الدولة. تلكم مشاهدين كانت العناوين. إلى التفاصيل، والبداية طبعا من غزة، إذ تتصدى المقاومة الفلسطينية لهجوم صهيوني بري واسع يرافقه قصف جوي ومدفعي مكثف على مناطق متفرقة من القطاع. وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن مقاتليها استهدفوا قوة صهيونية راجلة قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون، وإنهم فتحوا النار من أحد الكمائن باتجاه آليات متوغلة غرب منطقة توام شمالي قطاع غزة، واستهدفوا 3 آليات للاحتلال. ومع تواصل القصف العنيف على قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 8500 شهيد. في دوره، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن ما حدث في 27 الأول ونتاج سنوات من الظلم والقتل وعدم احترام العهود والمواثيق الدولية، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في العيش الآمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وأيضا سبل تعزيزها، فضلا عن متابعة التطورات الإقليمية والدولية إثر العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وأشار السوداني خلال هذا الاتصال إلى أن المنطقة تمر بمنعطف خطير ينذر بتفاقم واتساع الصراع. وفي إعلان يؤكد التورط الأمريكي في الحرب على غزة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن بلاده لا تؤيد وقف إطلاق النار، وتركز على تأمين ممر آمن لخروج المدنيين من القطاع. لا نؤيد الدعوات التي تطلق حاليا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، ونشدد على الاستعاضة عن هذه الدعوات بهدن إنسانية مؤقتة لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لأن حماس ستكون المستفيدة الوحيدة من وقف إطلاق النار الآن. جهودنا تنصب على تأمين ممر آمن للخروج من غزة، وستجرى بعد ذلك محادثات مع الشركاء في المنطقة ومن بينهم مصر، لمعرفة قدرتهم على استضافة العائلات الراغبة في الخروج من غزة لفترة مؤقتة. أعلنت فصائل مسلحة استهداف قاعدة عين الأسد غربي الأنبار بطائرتين مسيرتين، قالت إنها أصابت الهدف بشكل مباشر. في المقابل، أوضح مصدر أمني أن أجهزة التشويش الخاصة بالقاعدة تمكنت من إسقاط الطائرتين قبل وصولهما إلى القاعدة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية
أعلنت تعرض قوات بلادها في العراق وسوريا إلى 23 هجمة منذ 17 من تشرين الأول الجاري، 14 هجمة منها في العراق وتسع هجمات في سوريا. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الجيش الأمريكي يواصل العمل في العراق لمنع عودة داعش، وذلك ردا على سؤال وجه له بشأن معلومات تفيد بعزم البرلمان العراقي على التصويت مجددا على قرار طرد القوات الأمريكية من العراق. ليس لدي أي طريقة للحكم على صحة التقرير الأول الذي قلته. سأقول إن قواتنا تواصل العمل في العراق لمنع عودة ظهور داعش، وهو ما يمثل أولوية مهمة لمكافحة الإرهاب، سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو الدول الأخرى في المنطقة، وليس لدي أي تغييرات لأعلن عنها في موقفنا الذي سيأتي من البنتاغون على أي حال وليس هنا. في سياق آخر، بحث رئيس الوزراء محمد شيع السوداني مع وفد من أهالي قضاء سنجار الواقع المعيشي والاقتصادي في القضاء، فضلا عن إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم. السوداني أكد أن الحكومة أعطت خصوصية للقضاء بسبب حجم الحرمان الذي يتعرض له نتيجة الإرهاب، مشيرا إلى جدية الحكومة في اتخاذ القرارات التي تتناسب مع تضحياتهم. كما لفت السوداني أيضا إلى أن المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق والمنطقة تتطلب مزيدا من العمل والتعاضد لضمان الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد. من جانبه جدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني مطالبته للحكومة الاتحادية بتنفيذ اتفاق سنجار المبرم بين أربيل وبغداد. وأوضح برزاني أن تنفيذ الاتفاق من شأنه إخراج القوات والجماعات المسلحة غير الشرعية الموجودة في القضاء والعمل على عودة النازحين إلى ديارهم في القضاء، مشيرا أيضا إلى أن مئات الآلاف من النازحين واللاجئين من مختلف المكونات يعيشون اليوم بسلام واستقرار في إقليم كردستان. عقدت وزارة الداخلية مؤتمرا صحفيا لتوضيح تفاصيل مسك الملف الأمني في محافظة صلاح الدين، المزيد في سياق هذا التقرير. وزارة الداخلية تؤكد استعدادها لتسلم الملف الأمني في صلاح الدين مطلع العام المقبل. في الأول من كانون الأول ستكون سامراء أولى المناطق في صلاح الدين لتسلم ملفها الأمني من قبل وزارة الداخلية في خطوة أولى لإنهاء عسكرة المدن، وستكون الأقضية الأخرى تباعا في صلاح الدين. هذا ما أكده الناطق باسم الوزارة. متى تستلم الملف الأمني؟ قريبا، لكن ما أقدر أزودك في وقت زمني، لكن في سامراء يعني هذا الموضوع، والموعد حدد في 1/1 يعني بداية العام. هو أكبر مدن محافظة صلاح الدين هي سامراء، سيسلم الملف الأمني فيها، وباقي المناطق تباعا تسلم إلى سلطة وزارة الداخلية، لكن الموعد والوقت ليس بالقريب. أما قيادة الشرطة للمحافظة وعلى لسان قائدها فقد أكدت إن أكثر من 1800 متطوع جدد سيباشرون قريبا، بالإضافة إلى آليات تم رفض المحافظة بها ستكون على استعداد تام لتسلم الأمن داخل المدن. ومما يمكننا من العمل على تفعيل فرض هيبة الدولة وسلطة القانون هو الدعم اللامحدود لوزارة الداخلية، متمثلة بالدعم اللوجستي المتمثل بدعم قيادة الشرطة بالعجلات الحديثة، وكذلك الدعم بالأسلحة الحديثة، والدعم بالموارد البشرية من الدماء الجديدة لتعويض عن الشهداء وعن الذين أصابتهم نسبة عجز، حيث تم تعزيز قيادة شرطة صلاح الدين ب 1820 متطوع. وعلى صعيد ملف الانتخابات فقد أكدت القيادات إنهاء الاستعدادات الأمنية لتأمين المراكز الانتخابية وتطبيق إجراءات سلسة بشكل مغاير عن التجارب السابقة. من صلاح الدين براكنعان، قناة الفلوجة.
إلى شأن الانتخابية الآن، حيث أكدت مفوضية الانتخابات أن أكثر من 16 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية المقبلة. المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي دعت شركاء العملية الانتخابية، دعتهم إلى تكثيف الجهود لضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة. نتابع. قطعت مفوضية الانتخابات شوطا كبيرا من الجدول الزمني الخاص بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، التي باتت ملامحها واضحة من خلال عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، الذي بلغ عددهم أكثر من 16 مليون ناخب للتصويت العام والخاص والنازحين. لذا تدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شركاء العملية الانتخابية من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتحالفات والمرشحين المشاركة في الانتخابات إلى تضافر الجهود في عملية التوعية والتثقيف بأهمية توسيع المشاركة من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي سيجري في 18 كانون الأول 2023. يعود جدل تأجيل الانتخابات المحلية إذن إلى الواجهة السياسية بقوة، لا سيما بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها المنطقة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير من إعداد قسم الأخبار. يعود الحديث عن تأجيل الانتخابات المحلية مع الاضطراب الذي تعيشه المنطقة منذ بداية طوفان الأقصى، حيث من الممكن أن يصل مد الطوفان إلى العراق عن طريق مسارات الفعل ورد الفعل، آخرها تدوينة السيد الصدر المنسحب من المشاركة في الاقتراع المقبل التي طالب فيها الحكومة بإغلاق السفارة الأمريكية، وهو ما ينذر بتوتر البيئة العامة التي تحتاج إليها الانتخابات لنجاحها بحسب مراقبين. حتى إجراء انتخابات بدون وجود التيار الصدري ووجود غزو صهيوني وقتل فلسطينيين ولربما يكون الهجوم البري على غزة وعلى حماس وعلى الشعب الفلسطيني، صعب جدا تجرى انتخابات في ظل هذه المناكفات والسجالات الداخلية والخارجية. أعتقد أفضل شيء يتم تأجيل الانتخابات لحين حسم ماذا سيجري في فلسطين وفي غزة. النقطة الأخرى، لابد أن تكون انتخابات بمشاركة كل القوى السياسية بمعزل أو إبعاد هذا الطرف دون الطرف الآخر. في المقابل، قلل البعض من فرص تأثر الانتخابات بما يحدث في غزة وانعكاساته التي بدأت ترفع من منسوب القلق في العراق بعد تزايد الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية. فالتأجيل قد يضعف الحكومة أمام التزاماتها الدستورية التي أقرتها في المنهاج الوزاري، مع تأكيد الاستعدادات الفنية واللوجستية لإجراء الاقتراع. يعني الأجواء الخارجية ربما تؤثر على المناخ السياسي الخارجي. العملية الانتخابية هي ملف داخلي والاستعدادات متوفرة، وأيضا الأهم في ذلك الأمر هو انتظار المواطن العراقي أن يشارك في العملية الانتخابية. أي متغير في عملية التغيير والاختلاف في مواعيد الانتخابات سيفقدنا نسبة من ثقة المواطن العراقي، وهذا ما نحذر منه من السلطات التنفيذية. معطيات داخلية وخارجية جعلت من التكهن بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد تكتنفه الغموض أمام تحدي الوقت والذهاب إلى الاستحقاق المحلي. يضاف إلى ذلك تأثر الناخب العراقي بالظروف المحيطة التي قد ترفع من نسبة العزوف عن المشاركة. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. كشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري كشف عن تشكيل فريق حكومي لإعادة هيكلة النظام الإداري لمؤسسات الدولة. وفي حديثه عن المشاريع المتلكئة، قال الشمري إن هنالك أكثر من 1400 مشروع متلكئ، أطلق منها 490 مشروعا متوقفا دفعة واحدة من البصرة إلى المحافظات الوسط والجنوب وصولا إلى بغداد والمحافظات المحررة، مشيرا إلى وجود أكثر من 190 مشروعا أطلق في العاصمة بغداد من قبل أمانة العاصمة ووزارة الإعمار والإسكان والمحافظة. في الأثناء، كشف أعضاء في اللجنة المالية النيابية عن حراك برلماني لإقالة محافظ البنك المركزي لإخفاقه في السيطرة على سعر صرف الدولار واستمراره بالارتفاع.
وأوضح الأعضاء أن اللجنة المالية ستحدد في اجتماعها اليوم موعد استجواب المحافظ وستناقش موضوع إقالته من منصبه. هذا ويواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه المستمر في السوق السوداء بعد أن وصل سعر بيع $100 إلى 163,000 دينار، أي بفارق 30,000 دينار عن السعر الرسمي. إلى ذلك، بيّن مدير عام هيئة التقاعد ماهر حسين رشيد بيّن أن قرار زيادة 100,000 دينار على رواتب المتقاعدين الذين يتسلمون 1,000,000 دينار فما دون لم يرد إلى الهيئة حتى الآن. وقال رشيد إن البيان الصادر من مكتب رئيس الوزراء خلال مقررات جلسة مجلس الوزراء تضمن أن قرار الزيادة ينفذ اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل. أضاف أن بيانات المديرية جاهزة هي، وعند ورود القرار والأموال المترتبة بشأنها ستباشر بالزيادة فورا، مشيرا إلى أنهم ينظرون إلى الراتب الأصيل، فإذا كان 1,000,000 دينار للمتقاعد المتوفى قبل ما يستقطع منه للورثة، فكل وريث مستحق يأخذ الراتب سيكون مشمولا بالزيادة. وفد كردي رفيع المستوى يعزم على زيارة بغداد قريبا جدا لبدء جولة جديدة من التفاهمات المالية التي من شأنها إنهاء أزمة رواتب الموظفين. نتابع. بالتزامن مع انفراجة إرسال بغداد إلى أربيل 700 مليار دينار لدفع رواتب موظف الإقليم، يعتزم وفد رفيع المستوى من كردستان على زيارة بغداد قريبا لبدء جولة جديدة من التفاهمات المالية والنفطية. هذه خطوة إيجابية في سبيل معالجة الوضع هو دفع رواتب الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم أكثر من 3 أشهر، وهناك أيضا بعد 3 أشهر سوف يكون تصفية الحسابات في سبيل حل جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية. حكومة إقليم كردستان حذرت من استمرار الخلافات بين المركز والإقليم بشأن دفع باقي وجبات القروض الخاصة برواتب الموظفين، مؤكدة أهمية التوصل إلى اتفاق جذري ونهائي. 80% من رواتب الموظفين كانت تمول من إيرادات النفط، لكن حسب اتفاق الحكومتين، حكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم في 4 نيسان الماضي، أصبحت مسؤولة، صار توزيع للواجبات مسؤولية تسويق النفط على عاتق شركة سومو العراقية المرتبطة بوزارة النفط، والعائدات تذهب إلى حساب خاص يتم منه تسديد مستحقات المالية للإقليم. مصادر مطلعة تحدثت عن أجواء إيجابية لدى البرلمان والحكومة الاتحادية ستساعد على حل المشكلة المالية بين بغداد وأربيل، ما ينعكس إيجاباً على استيعاب الأزمة الاقتصادية في كردستان. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. أشرف وزير التجارة ثير الغريري على إطلاق حملة بيع المواد الغذائية الأساسية وبأسعار تنافسية في بغداد والمحافظة الأخرى. وقال الغريري إن الحملة ستشمل البيض المائدة وأيضا السكر والدجاج ولحم العجل والطحين الصفر ومعجون الطماطم وأيضا حليب الكبار، مبينا أن شركة المواد الغذائية ستشرف على البيع عبر مواقعها ومنافذها التسويقية في بغداد وأيضا المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى العجلات الجوالة التي ستجوب المناطق كافة. وأشار الغريري أيضا إلى أن الهدف من تسيير هذه الشاحنات هو لمواجهة المضاربين وأيضا تلبية احتياجات المواطن من تلك المواد. في شأن مغاير، أصدرت محافظة بغداد قرارات جديدة تخص عمل المولدات الأهلية وأيضا ساعات التجهيز وتسعيرة الأمبير في العاصمة. جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك لمحافظ بغداد محمد جابر وقائد عملية بغداد أحمد سليم، إذ وجه قرارات عدة إلى أصحاب المولدات الأهلية ودائرة الكهرباء ووزارة النفط
وقد ركزت على أهمية رفع تجهيز المواطنين بالكهرباء خصوصا في فصل الشتاء. يكون سعر الجباية بعد نهاية الشهر وليس في بداية الشهر، يعني على المواطن أن يدفع سعر الجباية الكهرباء في نهاية شهر 11 ويبدأ النهاية من خلينا نقول من بعد 25 بالشهر أو 28 بالشهر من الشهر خلينا نقول 11 إذا كان هذا الشهر القادم إلى نهاية الشهر اللي هو خلينا نقول 31 أو 30 من كل شهر. إلزام أصحاب المولدات في بغداد بوضع عداد لكل مولدة يبين عدد ساعات التشغيل لهذه المولدة، وبخلافه لن يكون هناك لديه حصة وقودية إذا ما كان عنده عداد لهذه المولدة. وزارة الكهرباء ودارة كهرباء بغداد بتجهيز المحافظة وكل الوحدات الإدارية عدد ساعات الكهرباء المجهزة لكل محافظة بغداد يوميا، كم ساعة كم تجهيز الشبكة الوطنية عن دائرة توزيع كهرباء بغداد، وكذلك إلزام دوائر النفط والمنتجات النفطية بتجهيز كل المشتركين من أصحاب المولدات. في الموصل نظم عدد من أصحاب وعمال المطاعم في منطقة الغابات نظموا وقفة احتجاجية ضد إجراءات البلدية التي تسعى حسبهم إلى إزالة مشاريعهم وإنشاء مشاريع ترفيهية جديدة. وأكد المحتجون أن هذه المشاريع تعد مصدر رزق لآلاف المواطنين وأن إزالتها تؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في المحافظة، مشيرين إلى أن عقود التجديد قد أوقفتها البلدية بحجة وجود مخالفات إنشائية. وطالب المحتجون الحكومة المركزية والمحلية بإيقاف إجراءات البلدية التعسفية بحقهم. المزيد في ميكروفون الفلوج. ستة وثلاثين سنة 35 سنة نحن مأجرين، والعقد الأولان يقدرون البلدية هم يطلعوا العقد الاولاني، يقدرون هم يطلعوا البلديه. نحن 35 سنه يتجدد العقود شيء رسمي، يعني كل كم ينتهي ثلاث سنوات او خمسه ينتهي يتجدد وانتهى الموضوع. تفاجأنا سبل 2021 انه العقود توقفت ما تتجدد. والله ما نعرف وين راح نروح، يعني هو اصلا شغل بالموصل ماكو. انا احكي لك عن نفسي، انا عامل طالب كليه عندي مصاريف، زي هسه مبطلت فلشوها اجوا، وين اروح؟ امين اصرف طالب كليه اهليه، هم ينطوني القسط اللي راح يفلشونها؟ بطلنا جو هسه راح نبطل من هنا فلشوها، وين راح نروح؟ وين راح نشتغل؟ هو اصلا ماكو شغل بالموصل، ارزاقنا انا كعامل راح انظر اكثر من ابو القاعه، اكثر من ابو القاعه راح انظر. نطالب الرؤساء الثلاثه ووزراء نينوى ونواب نينوى المحترمون، ونطالب كما نطالب سيد محافظ نينوى ونطالب مدير بلديه الموصل بايقاف اجراءات الازاله بحقنا. وكوننا احنا عدنا اكثر من 4000 و5000 عامل، هذول شنو مصيرهم؟ وين راح يتجهون؟ اقل موقع بيها 40 الى 50 عامل، 40 الى 50 عامل، وين مصيرهم؟ وين يروحون هذولا؟ ونسبه البطاله عدنا بمدينه الموصل فوق ال 50%. الى شيء من الصحه، اكدت وزاره الصحه ان قانون الضمان الصحي في مراحله الاخيره، واضحة أن القانون سيشمل جميع المواطنين العراقيين وغير العراقيين. المتحدث باسم الوزارة سيف البدر ذكر أن الوزارة بدأت بالتطبيق المرحلي منذ مطلع هذا العام، مشيرا إلى أن آخر تطبيق مرحلي كان قبل أسبوع أقول تقريبا، وهو بدء التشغيل التجريبي لتقديم الخدمات الصحية. فيما أضاف البدر أن الوزارة أطلقت التسجيل لفئات محدودة بحوالي 300 ألف من جميع الفئات ومن ضمنهم المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية. أثار قرار إغلاق مدرسة متهالكة في قضاء سيد دخيل جدلا شعبيا واسعا بشأن مستقبل آلاف التلاميذ. التفاصيل كلها في سياق هذه المراسلة. العشرات من أهالي قرية عبودة التابعة إلى قضاء سيد دخيل تظاهروا مع أطفالهم أمام مدرسة سبأ الوحيدة في قريتهم بعد أن أصدرت مديرية الدفاع المدني أمرا بإغلاقها بسبب تهالك بنايتها
التي تحتوي أكثر من 700 طالب وطالبة موزعين على فترتين. عندنا 650 طالب، واليوم هاي وقفتنا هنا، وباكر وقفتنا، وعقبه ونروح بعد هذا. هنا نداوم بالشارع، احنا يجون يداوم يدرسونا بالشارع، خلي يدرسونا، ما يجون يدرسونا بالشارع الله محمد وعلي وياهم. مو بس ها، خلي المحافظ يشوفنا، خلي مدير التربيه يشوفنا. اول ما نشدنا الغيب قال احنا مالي شغله، مسؤوليتكم انتم جنزوا بيها. رحنا لمدير التخطيط قال مسؤوليتكم، رحنا للمدير التربيه قال مسؤوليتكم. مدرسه جديده، مدرسه سبتيد تطيح وحولونا على مدرسه بعيده، ما نقدر نوصلها واحنا من دوا نمشي. مدرسه سبع مفلشه. ويقول الأهالي أن السلطات أزالت عن الأطفال خطر سقوط هذه البناية المتهالكة، إلا أنها عرضتهم إلى خطر جديد يتمثل بتحويلهم إلى مدرسة جديدة تبعد نحو 15 كيلومترا عن القرية، ما سيعرضهم إلى أخطار عديدة بسبب الطرق الوعرة التي سيقطعونها. هسه بهذا الوقت بذن الأيام بداية العام الدراسي سدوا المدرسة، سدوها، يقول آوية إلى السقوط. أنا عندي بس الصف الأول، بس الصف الأول 105 طلاب، يعني بس الصف الأول. يحولني إلى مدرسة الصادق، مدرسة الصادق تبعد 14 كيلو عني، 14 كيلو، ذن 14 كيلو أرز زراعية، وأنا في موسم الشتاء، يعني وعندي أطفال، هذا طفل بالأول الابتدائي، شلون راح يقطع هاي المسافة؟ في ذي قارة يبقى الواقع التربوي يعاني مشكلات جذرية عديدة، أهمها الدوام الثلاثي ووجود أكثر من 147 مدرسة كرفانية، ما تشكل خطرا على سلامة الأطفال. من ذي قار، سعد الركابي، قناة الفلوجة. وبالعودة إلى القضية الفلسطينية، أقام عدد من الفنانين التشكيليين والرسامين مهرجانا بعنوان جدار التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك لتوثيق الجرائم التي يتعرضون لها في قطاع غزة. المهرجان أقيم بمشاركة أكثر من 30 فنانا وفنانة عبروا عن تضامنهم مع فلسطين شعبا وقضية، مشيرين إلى أن اللوحات تجسد المعاناة والظلم الذي يتعرض له المواطنون الأبرياء جراء القصف والانتهاكات اليومية التي تطالهم. الفلوجة رصدت لكم بعض الآراء. مشكورة لأن يكون دور وموقف للفنانين في قضية فلسطين هي قضية الجميع وقضية الإنسانية. لابد للفنان أن يكون له موقف، أن يكون له كلمة من خلال اللون. كل فنان سيطرح رؤيته وموقفه من خلال هذا الجدار. تضامنا مع القضية الفلسطينية وواقعة غزة الأليمة، الفنان العراقي لم يبقى ساكتا وصامتا أمام هذا الحدث الجلل الذي أصاب أخوتنا وشعبنا الفلسطيني، الذي مارس معه الكيان الصهيوني شتى أنواع القصف والقتل والتهجير. نحن بدورنا لابد أن نرسل رسالة تضامن إلى أخوتنا المناضلين من الشعب الفلسطيني. وإن شاء الله مشاركة جميع الفنانين اللي اليوم شاركوا بمختلف الرسوم على هذه الجدارية اللي هي إحنا نبغي منها نوصل صوتنا لنصرة الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله نكون قد وفقنا بالأفكار هاي اللي موجودة والأساليب الفنية اللي اجتمعت اليوم بين الحداثة وبين التعبيري. بذا مشاهدين وصلنا إلى الختام، لم يبقى بحوزتنا إلا تذكير بأبرز العناوين. مع بدء الهجوم البري على القطاع، كما إن المقاومة تحصد آليات وجنود الاحتلال، والعدو يقر بصعوبة الموقف. ورداً على الاستهداف المتواصل للقواعد الأمريكية، واشنطن تصرح نواصل العمل مع العراق لمنع عودة داعش. لإخفاقه بالسيطرة على سعر الصرف، حراك برلماني لإقالة محافظ المركزي،
والسوداني يبدأ عملية لهيكلة مؤسسات الدولة. مشاهدين، للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.